السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة ان شاء الله. الموضوع ديال اليوم طرق ازالة الشعر من الجسم بطريقة فعالة، وكيفاش دير تزولو يعني ويبقى لك حتى شي حاجة. هادو هما عديد من الفيديوهات اللي كيتحطوا في اليوتيوب وكيجيبوا العديد من المشاهدة. انا شفت بعض الفيديوهات اللي جايبين اكثر من 1,000,000 مشاهدة، ولكن الموضوع اللي هو للأسف كيبغيو يبيعوا دي برودوي كيخرجوا على عباد الله. لهذا هاد الفيديو غادي يكون توعوي كثر ما غادي يكون فيه شي حاجه اخرى. بالنسبه لواحد الوصفه اللي متداوله دابا في اليوتيوب، كلشي كيقول لك خذ واحد الساشيه دايره 3 دراهم ولا 4 دراهم وزيدها مع الخيار، عصير الخيار او لا اي حاجه او اي فروي او لا ما نعرفت، ومن بعد كديرها في الجسم ديالك في اي منطقه وكتزول لك الشعر من الجسم. تنقول لكم اخوتي هاد الوصفه راه خطيره جدا، كتضر الجلد ديال الانسان، وفعوض ما كتزول لك داك الساعه، ولكن من بعد واحد الشهر، من بعد شهرين، من بعد 3 شهور كيبدا يبان لك ان الشعر كيتزاد ماشي كينقص. هذه بالتجربه راه الشعر كيزيد وما كينقصش. اون بلوس دو سا، داك البرودوي اللي الناس كيبيعوا لكم باغ يوتيوب نتوما ما كتعرفوش، كياخذوا لي كوميسيون تاعهم، هذاك البرودوي راه ماشي صالح. ما عارفينش نتوما اصلا باش مكون داك البرودوي باش انكم ديروه في الجسم ديالكم. فانا كنتمنى هذا الميساج يوصل، وكنتمنى ان الناس مابقاوش يتلاعبوا بالصحه ديال عباد الله، لان هادشي راه ماشي سهل. كديروا اليوم وغدا واليوم وغدا، حتى اللي كترقى راسك شي حاجه واحده اخرى. من الاحسن كاينين عده طرق يعني اللي هما طبيعيين، اللي بغى مثلا حاجه طبيعيه كاين هناك عده طرق طبيعيين. ما عندكم علاش ديروا داك لي برودوي وداكشي اللي تخرجوا بهم على راسكم. نفضل انكم تستعملوا لاسير، احسن لكم من انكم تمشيو ديروا داك هاد الوصفات هادي ومجربه وما تبقى لكمش كاع. هادشي راه كذوب. تحياتي والى اللقاء.